إذا بدأنا بالمناظير التقليدية، مثلاً مناظير الجهاز الهضمي العلوي اللي بتقوم بتشخيص حالات الارتجاع، القرحة، نزيف الناشر عن مشاكل بالجهاز الهضمي العلوي، أيضاً هالمناظير هيدي فيها تكون علاجية بنفس الوقت. ثم مناظير الجهاز الهضمي السفلي سواء التشخيصية أو العلاجية، وعلى سبيل المثال مثلاً إذا كان في لحميات اللي بتتم إزالتها أثناء إجراء المنظار. وبنذكر إنه هالمناظير كلها تقليدية أو تخصصية ممكن تصير عبر المخدر الواعي أو الصاحي اللي بنسميه الكونشي سيديشن، مما يعني إنه المريض لا يشعر بأي ألم طيلة مدة إجراء المنظار. المنظار الثالث وهو منظار القنوات الصفراوية والبنكرياس، اللي عادة ما بيتم إجراءه لاستئصال الحصوات من القناة الصفراوية الرئيسية أو تفتيتها أو حتى قناة البنكرياس. تجدر الإشارة أن هالحصوات هي عادة تسقط من المرارة إلى داخل القنوات الصفراوية وتؤدي أحيانا إلى إصفرار عند المريض أو تسمم في الدم أو التهاب في البنكرياس. وبكل هالحالات يجب إجراء هالمناظير هاي أيضا عبر المخدر الواعي، وعملية الشفاء تتم بنهار واحد. الصور الصوتية بالمناظير وهي أنواع جديدة بالمناظير، منها التشخيصية منها العلاجية. الفرق بين المناظير التقليدية والصور الصوتية بالمناظير هو أن المناظير التقليدية تقوم فقط بتشخيص ورؤية الأعضاء في الجهاز الهضمي من الداخل فقط، ولا يمكن رؤية جدار الجهاز الهضمي أو الأعضاء المحيطة بالجهاز الهضمي. هالشي هيدا بيتم تشخيصه وعلاجه بطريقة جداً سهلة عبر استخدام الصور الصوتية بالمناظير اللي بتمكننا من رؤية الأعضاء المحيطة بالجهاز الهضمي. لما الطبيب بيقدر يحدد بشكل دقيق نوع المرض المصاب فيه المريض، طبعاً تقديم العلاج بيصير أمر سهل وممكن. مستشفى رؤيا الحياة، لنحتفل معا بالحياة.